قدمه خروج وخطه المنقاري يلعب كرة عالية. الله، هدف اتفاقي من المنقاري، يتحمله وليد عبد الله الحارس الدولي. المنقاري لاحظ تقدم، لاحظ تقدم يا بلطان، لاحظ تقدم وليد عبد الله ووضعها في الشبك. وليد عبد الله كان متقدم، ذكاء اللاعب المغربي، اللاعب اللي لعب مع المنتخب الأولمبي وبعد ذلك لعب مع المنتخب الأول. لاحظ الكرة، لاحظ الحلوة، حلوة 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 حلوة، اللاعب لما يستخدم فكرة بشكل مميز. لاحظ التقدم، نظرة للأعلى، هدف اتفاقي الآن، يمكن الاتفاق.